بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرة أخرى نلتقي الحصة الثانية من درس معادلات مستقيم. أتمنى أن تكونوا قد أنجزتم تمرينين واحد وجوج صفحة 202 وكذلك الأنشطة الاستعدادية لهذه الحصة. إذا سنرى جميعا تمرين واحد صفحة 202. ناخذ المقرر ديالنا تمرين واحد صفحة 202. إذا السؤال الأول كان وضعية النقاط A إحداثيتها واحد واحد و B إحداثيتها صفر وناقص واحد و C إحداثيتها واحد اثنان بالنسبة للمستقيم D. لدينا المعادلة المختصرة للمستقيم D Y تساوي 3X ناقص واحد. إذا لكي نحدد وضعية كل نقطة سنعوض أفصول X بأفصول هذه النقطة. نشرح بسم الله. بالنسبة للنقطة A التي إحداثيتها واحد واحد لدينا Y تساوي 3، هذا ميل المستقيم D في واحد اللي هو أفصول نقطة A ناقص واحد تساوي 3 ناقص واحد تساوي 2. وسنقارن النتيجة 2 مع أرطوب النقطة A. بما أن 2 تخالف العدد 1 فإن النقطة A التي إحداثيتها 1 1 لا تنتمي إلى المستقيم D. بالنسبة للنقطة B أيضا التي إحداثيتها 0 ناقص 1 لدينا، ثم نعود إلى المعادلة المختصرة ونعوض X بالعدد 0 أفصول نقطة B. نحصل Y تساوي 3 في 0 ناقص 1 تساوي 0 ناقص 1 تساوي ناقص 1. نقارن النتيجة ناقص 1 مع أرطوب النقطة B، العددان متساويان فإن النقطة B إحداثيتها 0 ناقص 1 تنتمي إلى المستقيم D. بالنسبة للنقطة C نفس الطريقة، إحداثيتها واحد اثنان لدينا، ثم نعود إلى الصيغة المختصرة للمستقيم D Y تساوي ونعوض X ب أفصول اللي هو واحد، 3 في واحد ناقص واحد تساوي 3 ناقص واحد تساوي اثنان. وسنقارن هذه النتيجة مع أرطوب النقطة C. بما أن اثنان تساوي اثنان فإن النقطة C تنتمي إلى المستقيم D. السؤال الثاني كان تحديد المعامل الموجه للمستقيم D. بعد نرجعوا للتعريف ديال المعادلة المختصرة للمستقيم. من خلال هذه المعادلة المختصرة لا نستنتج المعامل الموجه ونستنتج كذلك الأرطوب عند الأصل. إذا لدينا المستقيم D معادلة المختصرة Y تساوي 3X ناقص 1. إذن 3 هو المعامل الموجه لهذا المستقيم. السؤال الثالث إنشاء المستقيم D المعرف بهذه المعادلة. إذا سبقنا درنا السؤال الأول وجدنا نقطتان B إحداثيتها 0 ناقص 1 تنتمي للمستقيم D و C إحداثيتها 1 2 تنتمي كذلك للمستقيم D. إذا المستقيم D هو المستقيم BC. ثم ننشئ معلم المتعامد المنضم نمثل عليه النقطتين B و C كما كنشوفوا هنايا، ونرسم المستقيم المار من النقطتين B و C اللي هو المستقيم D. مسائل بسيطة جدا. كذلك بالنسبة للتمرين الثاني صفحة 202، السؤال الأول كان تحديد قيمة ألفا بحيث النقطة A التي إحداثيتها 2 ألفا 4 تنتمي للمستقيم دلتا. إذا لدينا مستقيم دلتا معادلته المختصرة هي X على 2 زائد 1. إذا تكون النقطة A التي إحداثيتها 2 ألفا 4 تنتمي للمستقيم دلتا،
يكفي أن نعوض y بالأرطوب اللي هو 4 و x بالأفصول اللي هو 2 ألفا، يعني نجد 4 تساوي 2 ألفا مقسوم على 2 زائد 1، ونحصل بذلك على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول 1. تعني أن 4 تساوي ألفا زائد 1، تعني أن 4 ناقص 1 تساوي ألفا، تعني أن ألفا تساوي 3. السؤال الثاني كان تحديد المعامل موجه للمستقيم دلتا. قلنا دائما لكي نحدد المعامل الموجه ضروري ما تكون عندنا الصيغة المختصرة أو المعادلة المختصرة لهذا المستقيم. إذن هادشي عندنا في المعطيات، لدينا دلتا معادلة المختصرة y تساوي x على 2 زائد 1. إذن المعامل الموجه للمستقيم دلتا هو العدد 1 على 2. هذيك x على 2 يمكننا نكتبوها على شكل 1 على 2 في العدد x. السؤال الثالث كان إنشاء المستقيم دلتا. إذن لكي ننشئ مستقيما كما قلنا دائما نحدد نقطتين من نقطه. إذا ناخذ مثلا النقطة الأولى غادي ناخذ x يساوي 0، ونعوض x بقيمتها في المعادلة المختصرة، يعني y تساوي 0 على 2 زائد 1، تعني أن y تساوي 0 زائد 1 تساوي 1. إذا النقطة O التي يفصلها 0 ورطوبها 1 تنتمي إلى المستقيم دلتا. نفس الشيء نقطة أخرى غناخدو x هنا يساوي 2، فإن y تساوي 2 على 2 زائد 1، تعني أن y تساوي 1 زائد 1 تساوي 2. إذا النقطة F التي يفصلها 2 ورطوبها 2 تنتمي إلى المستقيم دلتا، ومنه فإن دلتا يساوي المستقيم EF. ننشئ معلما متعامدا O E G، ثم نمثل نقطتين O و F ونحصل على مستقيم دلتا المار من هاتين النقطتين. ننتقل إلى الأنشطة، ونحاول ننصحوا السؤال الأول من النشاط. إذا الحالة الأولى مستقيم مار بنقطتين مختلفتين، سنرى هنا كيف نحدد معادلة مختصرة لمستقيم وهي مهمة جدا. إذا مثال، هذا هو السؤال الأول من الأنشطة الاستعدادية، كان حدد معادلة المستقيم D المار بالنقطتين O ناقص 3 2 و F إحداثيتها ناقص 1 ناقص 4. لكي نحدد معادلة المختصرة لهذا المستقيم غنمر بمرحلتين. المرحلة الأولى سنحدد المعامل الموجه أو ميل المستقيم D، ثم المرحلة الثانية سنحاول باش نحدد كذلك الأرطوب عند العصر. إذا نبداو بالحالة الأولى، عندنا نقطتين O ناقص 3 2 و F ناقص 1 ناقص 4، نقطتان من المستقيم D. إذا ميله هو، هذه خاصية نطبقها، M تساوي Y O ناقص YF على XO ناقص XF. كاين تلميذ اللي غادي يختار YF ناقص YO على XF ناقص XO، ثم نعوض كل أرطوب بالقيمة ديالو وكل أفصول بالقيمة ديالو. YO أرطوب النقطة O وهو 2، YF هو أرطوب النقطة F وهو ناقص 4، XO هو أفصول النقطة O وهو ناقص 3، و XF هو أفصول النقطة F وهو ناقص 1. تعطينا في البسط 2 زائد 4، وفي المقام ناقص 3 زائد 1 تساوي 6 على ناقص 2 تساوي ناقص 3، والعدد ناقص 3 هو المعامل الموجه أو ميل هذا المستقيم. إذن من خلال هذا العدد يمكن كتابة معادلة على شكل y تساوي ناقص 3x زائد t ناقص 3، راهو العدد اللي وجدناه راه ملون بلون أخضر تقريبا. إذن y تساوي ناقص 3x زائد t. ننتقل للمرحلة الثانية باش نحدو قيمة t الأرطوب عند الأصل. وهنا عندنا اختيار
إما ناخذ نقطة أو نقطة F. ناخذ إلى مثلا نقطة E التي إحداثيتها ناقص 3 إثنان تنتسب إلى المستقيم D، تعني أن غادي نرجعو للمعادلة اللي وجدنا وغادي نعوضو كل عدد بالقيمة ديالو. إيكغيك هو أرطوب نقطة E باللون الأخضر تساوي ناقص 3 هذا الميل أو المعامل الموجه في إكس هو أفصول نقطة E اللي هو ناقص 3 باللون الأحمر زائد بي، ونحصل بذلك على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو العدد بي. نحل هذه المعادلة، تعني إذا نعطي الأسبقية للضرب أولا أي 2 تساوي 9 زائد بي، ثم هنا من الأحسن أن نترك بي في الطرف الثاني ونحول 9 إلى الطرف الأول مع تغيير الإشارة، يعني تعطينا 2 ناقص 9 تساوي العدد بي أي بي تساوي ناقص 7. إذا وجدنا ميل مستقيم دي، وجدنا الأرطوبة عند الأصل، إذا يمكن كتابة معادلة، وبالتالي فإن معادلة المستقيم دي هي Y تساوي ناقص 3 X ناقص 7. كذلك نبقى في الموضوع وهو تحديد معادلة مختصرة لمستقيم، ونمر الحالة الثانية وهو عندما يكون مستقيم يمر بنقطة معلومة وذو ميلين معلوم أيضا، وهو النشاط الثاني السابق. إذا كمثال هو اللي خدينا هنايا، حدد معادلة المستقيم ك المار بين نقطة M إحداثياتها 4 ناقص 5 ودي الميل ناقص 3 على 2. إذا لا، هذا السؤال هذه الحالة الثانية أبسط من الحالة الأولى، لأن عندنا الميل، من خلال هذا الميل يمكن كتابة معادلة مختصرة. لدينا ميل مستقيم ك هو ناقص 3 على 2، إذا معادلة ك تكتب على شكل Y تساوي هذاك العدد اللي هو ناقص 3 على 2 في X زائد P. وننتقل إلى المرحلة الثانية وهو تحديد الأرطوبة عند الأصل وهو العدد P انطلاقا من النقطة M. هنا عندنا نقطة وحيدة، كيبقاش عندنا الاختيار. لدينا M إحداثيته 4 ناقص 5 تنتمي للمستقيم K، تعني أن، ثم نفس الشيء نعود إلى المعادلة المختصرة اللي كسبنا ونعوض Y بأرطوب النقطة M اللي هو ناقص 5، ثم X بأفصول النقطة M وهو 4. والألوان راه تبين لكم بسهولة هذا الشيء اللي كنقول، يعني نحصل على ناقص 5 اللي هو أرطوب النقطة M تساوي ناقص 3 على 2 اللي هو الميل في 4 اللي هو X زائد بي، وبذلك نحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد بي. كما سبقنا بحال الطريقة اللي درنا، غادي نسبقو الضرب هو الأول، إذا ناقص 5 تساوي ناقص 6 زائد بي، وكما قلنا سنحاول باش نخليو الطرف بي في الطرف الثاني ونحول ناقص 6 إلى الطرف الأول مع تغيير الإشارة، تصبح لدينا ناقص 5 زائد 6 تساوي بي أي بي تساوي العدد 1. إذا عندنا الميل، عندنا الأرطوبة عند الأصل، إذا وبالتالي فإن معادلة المستقيم ك هي Y تساوي ناقص 3 على 2 X زائد 1. لكن ننتقل إلى النشاط الثالث، ويتعلق الأمر بإنشاء مستقيم معرف بمعادلة. والمثال، أنشئ المستقيم L د المعادلة Y تساوي ناقص 2 X زائد 3 في معلم متعامد ممضي. لكي ننشئ هذا المستقيم ضروري من تحديد نقطتين من نقطه. كيف نحدد هاتين النقطتين؟ طريقة بسيطة أيضا. إذا غادي ناخذ نبداو الحالة الأولى، مثلا ناخذ X يساوي صفر، حنا اللي كنعطيو هذه القيمة X يساوي صفر، وكنحاولوا باش نعطيو واحد القيمة بسيطة جدا
اللي تساعدنا كذلك في الحساب يكون بسيط، وحتى في التمثيل تكون بسيط. مثلا هنا اكس تساوي صفر بسيطة، غادي نعوضو اكس في المعادلة بصفر، تعني إيكغيك تساوي ناقص اثنان في صفر زائد ثلاثة، ونحسب تساوي صفر زائد ثلاثة تساوي ثلاثة. إذا عندنا الأفصول، عندنا الأرطول، هذه هي النقطة الأولى. إذا النقطة أ مثلا سميناها إحداثيتها صفر ثلاثة تنتمي إلى المستقيم L. نفس الشيء سنختار نقطة أخرى، مثلا نعطيو كذلك إكس يساوي واحد. فإن ونفس الطريقة سنعوض إكس بالعدد واحد في المعادلة المختصرة لهذا المستقيم، أي تعطينا إيكغيك تساوي ناقص اثنان في واحد زائد ثلاثة. نعطي الأسبقية للضرب، أي تعطينا ناقص اثنان زائد ثلاثة تساوي واحد. نفس الشيء عدنا الأفصول، عدنا الأرطوب، إذا نحدد نقطة سميناها بي، إحداثيتها واحد واحد، تنتمي إلى المستقيم L. إذا هذا المستقيم هذا فهو المستقيم AB، ولكي ننشئه في معلم متعامد منظم سننشئ فقط نقطتين A و B لنحصل على الشكل التالي، ونحصل بذلك على التمثيل على المستقيم L في معلم متعامد منظم. هنا غنختارو واحد التمرين 6 صفحة 202. حدد معادلة المستقيم دي المار من الأصل أو ومعامله الموجه هو ناقص واحد. أعطيكم فرصة لإنجاز هذا التمرين في ظرف 10 دقائق، ثم نعود إلى التصحيح. إذا التصحيح تمرين 6، يمكن السؤال حدد معادلة المستقيم دي المار من الأصل أو ومعامله الموجه هو ناقص واحد. تمرين بسيط جدا، فقط لتطبيق طريقة لتحديد معادلة مختصرة لمستقيم يمر من نقطة معلومة وذو ميل معلوم. إذا دائما كنبداو ب المعامل الموجه أو الميل. لدينا ناقص واحد هو المعامل الموجه للمستقيم دي، إذا المعادلة هو على شكل يغريك تساوي ناقص إكس زائد بي. هذيك راه ناقص واحد في إكس، ولكن تعطينا ناقص إكس زائد بي. ثم نأخذ النقطة أو اللي هي أصل المعلم، نعلم أن أو إحداثيتها صفر صفر، تنتمي إلى المستقيم دي. إذن عاوتاني نعوض إيكغيك بالأرطوب وإكس بالأفصول، تعطينا صفر تساوي ناقص صفر زائد بي، أي بي تساوي صفر. إذن المعادلة المختصرة لهذا المستقيم هي إيكغيك تساوي ناقص إكس. لاحظتوا معايا هنايا كذلك، يمكن نربطوا هذه المعادلة بالدالة الخطية، يكفي نعوض إيكغيك بإف لإكس، ونعلم أن التمثيل المبياني للدالة الخطية هو مستقيم يمر من أصل المعلم. ونفس الشيء هنا، فالمستقيم دي راه يمر من الأصل أو. في الأخير نعطي تمارين كالعادة، المطلوب من التلميذات والتلاميذ إنجاز التمارين رقم 7، 8، 9، 10 صفحة 202، ثم نشاط استعدادا للحصة الثالثة إن شاء الله، وهو النشاط 2 صفحة 197. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله مع الحصة الثالثة.